Oh my god. 추성호의 두. السلام عليكم، أنا رن أنا جودي من قناة داداتيز. اليوم رح نخلي مصفف الشعر يتحكم بشكلنا بدون ما نشوف، رح نكون مغمضين عيوننا كل الوقت. بالنسبة لي حاعطيه أكثر من قصة شعر، منه المجنونة ومنه هيك عاقلين شوي، بس الله أعلم شو حيختار. أكيد رح يختار المجنونة. أنا بعرف، أنا رح أقول له أصبغ شعري بأي لون بدك إياه، هو رح يقرر. أنا رح أكون مغمضة عيوني، فبصراحة أنا كثير خايفة، ولكن خلينا نجرب هذا التحدي. تعالوا عنا على الانستغرام قبل ما نبلش بهذا الفيديو، لانه حنكون عم ننزل لكم كل وراء الكواليس. حتى هلا ونحن بالصالون حنسوي لكم كثير اشياء حلوه، فلا تروحوا عليكم. تعالوا اعملوا لنا فولو هون، وكمان اعملوا لنا اشتراك بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي موجود تحت هذا الفيديو لحتى تصيروا من عائلتنا ويوصلكم اشعار بكل الفيديوهات. وتعالوا هلا معنا، خلونا الله يستر. يلا هلا رح تغسل شعراتها الحلوه، فيعني ممكن تغمض عيونك. ليش مغمض عيوني؟ اه صح، نسيت. اوكي صح، عامله حالها ما انا متذكره يعني. ايوه بس يعني بعرف انه حيحمموا لي شعري، ليش من هلا؟ صح صح. الحين الغباء اللي فيك وراثي ولا بجهد؟ بس بدنا نورجيه الصور اللي اخترتيها انت. طب عادي، ليش نغمض عيوني؟ هذا الغباء في ليفل جدا عالي. Excuse me, clean her hair way because she doesn't wash it at all. For one month. هلا انا عم اغسل شعري، صار دوري. هلو جوج. هلا معنا جميل، حفرجيه ثلاث صور وهو حيختار قصة الشعر. اوكي يلا. جاهز؟ يلا. هاي اول وحدة. اوكي. ثاني وحدة. اوكي. ثالث وحدة. اوكي. انا برايي خليها لي، انا بعرف شو بدي. خليها عليك. اوكي انا حغمض عيوني. اوكي خلص يلا. تمام خلينا نبلش مرة ثانية. كنت عم استنى شو بده يعمل بشعري ومغمضة كل الوقت، بعدين اكتشفت انه خلالي اياه نفس اللون، بس عمل لي تريتمنت ليفتحه شوي اكثر. حكالي انه كثير حلو مبين هايلايت على لون بينك. رح نخليه هيك، وهلا رح ارجع اغمض عيوني وراح هو يعمل لي تسريحة على الجوه. اوكي فتح. يلا. او ماي جاد، واو. لا لا مستحيل. في جنبه ده ابدا ما توقعت هيك. واو. اوه ماي جاد. شكرا كثير. هاي مين؟ هاي مين؟ بما انه انا خلصت خليوني بلش خوف عنك شوي. قرري اصل لها هلا، ثاني احكي باي باي لشعرك. باي باي. باي باي. كثير يعني صراحه كثير. قولي والله. صراحه يعني. حفته. اوه اصل لك كثير، بس شو حلك باللون على فكره، كثير حبيت اللون. ما بعرف طالع لابق مع الفستان. خلصنا من الصالون وهلا راجعين على البيت، بدنا نشوف ردة فعل ماما واخواتنا على الشيء اللي عملناه بشعرنا. صراحة أنا كنت مفكرة إنه رح يصبغ لي لون مجنون، بس الحمد لله ما عمل هيك، شكله رح يطلع حلو هاد يعني جميل. شو رايكم انتم فيه؟ اكتبوا لي تحت بالكومنت او على الانستغرام، لانه بصراحه ماني عارفاني باخر فتره شو بدي اعمل فيه. رجعه طبيعي، رجعه احمر اكثر، بينك، ماني عارفانه شو بدي اسوي. اكتبوا لي قولوا لي شو رايكم. يعني احلى شيء القعده ورا وانتم مرتاحين، ما عم تسوق وفي حدا يوديكم على البيت. يا حرفيا انا وياها بنسوق، بس هيك قاعدين بالسياره مرتاحين مشان التصوير. لازم نتحكم هيك بالتصوير كذا، فطلب تصوير. شو كنت متوقعه يعمل بشعرك؟ ما بعرف يعني اي وحده كنت متوقعه انه يختار الصوره؟ حسيته حيقصر لي غره صراحه، كنت خايفه يقصر لي غره، بس الحمد لله الحمد لله.
سيلينا هلا مغمضة عيونها لحتى تشوفنا، بس ما بعرف ليش هيك لازم تحط اصبعها قدام عيونها. خلص سيلين يلا هلا فتحي عيونك وشوفي شعرنا وقولي لنا شو. هاي حبيبتي؟ يا حلو؟ يا اي لايك هيرز مور. اوه طيب شو رايك؟ انا بحسي قصيته كثير. حسي لون الزهري احلى علي هيك، هذا اللون ولا الاحمر؟ اوه الزهري احلى. زهري احلى من الاحمر؟ حبيتيه يعني؟ طيب قيمي شعري وقيمي شعره. من 10. Yours is a 10 and yours is a 6.5. معليش معليش زوزو. سيلين يعني لازم انا اقص شعري قصير لحتى اكون 10 out of 10؟ قصي شعرك. رابطة الشعر الطويل يا جماعة بليز دافعوا عني بالكومنتات، يعني صارت حرب هلا بين الشعر القصير والشعر الطويل. صار هلا دور صافي. اوكي يلا يلا صافي تعال هون، فتح عيونك وقلنا شو رأيك بشعرنا. واو جودي حلو، انتي حلو، انتي قصيتي كتير وجودي قصته اكتر من شوي. تفاصيل جميلة. والبينك تبع الراند حلو، البينك تبع راند حلو. صافي هذا مو بينك، هذا بينك. ايه رادو بينك. رادو بينك ما بيعرف شو 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 اسم اللون. رادو بينك. رادو بينك هذا صافي. حرام مريض لانه ما عم يعرف يحكي. اخترع لون شعر جديد. جودي شي 9.5. اوكي وين راحت الناس؟ ليش ليش راحت الناس؟ لانه هو ما في شي بيرفكت صح. اوكي because your whole thing is not wavy your whole hair. اوه لا حبيت حبيت الديتيلز. راند شو maybe like a 9. اوكي نايس. ليلي هاي شو سويتوا؟ شو what the hell؟ شوفي حبيتي ولا لا؟ يا حلو. لهون نكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. هلا صار دور انه انتم تقيموا شعرنا، تعالوا عنا على انستغراماتنا، هدول هنا انستغراماتنا، وكمان اعطونا ستايلات زياده مشان نعملها المره الجاي. شغلات مجنونه اكثر، واهم شيء انكم تعملوا لنا اشتراك بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر واضغطوا على الجرس لحتى تفعلوا التنبيهات توصلكم اشعار بكل جديد. وبنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام.